انطلقت اليوم في مدينة شرم الشيخ فعاليات ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يمتد لثلاثة أيام وبمشاركة 350 من خبراء المصارف من 16 دولة عربية وأجنبية. يناقش الملتقى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة الجرائم المالية وتأثير الجرائم المالية على النظام المالي العالمي والاستقرار المالي، كما سيبحث مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الناشئة عن استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة وسبل الحد منها.